بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب قالوا لينكس، معكم عبد المجيب. فيديو جديد أول مرة أسويه بحياتي كلها، ولا أدري أصلا له فائدة ولا ما له فائدة، لكن هذا مقترح من أحد المتابعين، فقلت خلي أشوف يمكن يفيد أحد. الفلوج تقول اسمه فلوج أو يسمونه فلوج، يسمونه فلوج ولا فلوج بكيفكم. فبيكون عندي فلوجز أنزلهم، ما أدري يمكن ما أضمن حتى متى صراحة، لكن علشان ما أنقطع عن القناة ويمكن بالفلوج هذه أقول شيء مفيد لك، ما أدري أنا. فأنت شوف الفلوج هذا، بحاول إنه ما يتعدى العشر دقائق، تعرف أنا قرقر كثير، يعني بحاول قدر الإمكان ما أعدى العشر دقائق. فالفلوجات إن شاء الله من اليوم رايح أنا بشوف شيء ردة الفعل، هل في تفاعل معن، هل في شيء، يعني بنخليه سدى نسولف مع بعض بالموضوع التقنية وغير التقنية برضو، إحنا ممكن نشطح شوي. نظرا لأن الفلوج هذا بيكون شيء يمكن فيه حاجات شخصية أصلا ما له دخل بالتقنية. عموما السؤال الأول، ليش انقطعت من القناة؟ وينك؟ طب تلاحظون حتى راسي شيء بزيادة. انقطعت عن القناة لأن عندي شغل، هذا جوابي دائما، عندي شغل. لا، اللي حصل أنه قبل 7 شهور يمكن استقلت من وظيفتي وسويت شغل خاص. ليش استقلت من وظيفتك؟ هذا سؤال جيد. ماشي، ما بقوم كل يوم الصبح الساعة 8 واروح اقعد الساعة 4 بالمكتب وبعدين اطلع اروح البيت من عند هيلي، بس ابي شغلي على كيفي، انا اسوي الشغلات اللي انا احبها، ابدع بالشغل، ما احد يتومر علي. اذا شفت نفسي تعبان ما بيروح للشغل، ما رب لازم اروح انام، اتغطى بالبطانية وانام. هذا الميز بمصطلح جديد اسمه ريادة الاعمال، شغلك لك ومشي الحال، لكن في تحديات، في مشاكل. يعني انا قبل شوي قطعت فيديو عشان الاتصال، رديت عليه طلع واحد من هذول يعني بمصطلح السعوده، طبعا كما يعرفون السعوديين والتوظيف السعوديين في القطاعات الخاصه، لكن في تلاعب في القطاعات عندنا انه عشان يرفع نطاق السعوده عنده يقوم موظف صوريا ها ناس على ورق كذا، وانك موظف عندنا يعطيه كم ريال او كم 100 ريال يعني، ويقول خلاص انت الحين موظف عندي روح لا تجي، فيعطيه فلوس لكن بالمقابل هو حصل على رفع نطاق للاخر. طبعا الشغله هذه عندي مو بني انا فخم وكذا، بس ما الامه داعي نعطيك فلوس من انت، انا ابي احد يعطيني. المهم فيعني هذه واحده من الاشكالات اللي نواجهها. طبعا هذا هو السبب الرئيسي لترك الوظيفه. الشغل الثاني اللي كرهته الوظيفه السبب انه مع الوقت ممكن احد يشوف الحين لاحظ الشغله ذي، اول ما توظف تحب الشغله، اذا كنت متوظف في المجال تحبه، طبعا انت توظف في مجال احبه اللي مجال اي تي، ففي البدايه حاب الشغل لانه في برمجه وفي تجارب وفي اشياء تقنيه ومبببب، يعني في شغله تحديات، بس مع الوقت تبدا تروح المراحل وتصل مكان ما تبيه. فبالنهايه وصلت الى كرسي المدير، وكرسي المدير ما يصلح لي، قعدت سنه وثمان شهور او سنتين تقريبا مو بزين، خصوصا مدير الاي تي هذا مسكين، اسالونا انا مدير الاي تي هذا انسان ضعيف، انسان مسحول سحل. انا اعطيكم الاسباب الحين، يمكن واحد منكم مدير الاي تي الحين بيضحك لانه عارف السبب. هذا السبب انك قاعد تتعامل مع ناس تقنيين وناس غير تقنيين وانت قاعد في النص. فأنت الآن مدير الاي تي صح؟ عندك فريق حق الاي تي، لنفترض انهم 10 ماشي، وعندك 10 ثانيين مو باي تي. طبعا الشركة السابقة كانت شركة تعليمية، فكنت ماسك اللي هو قسم تقنية المعلومات عندهم في كليات الخاصة فيهم. اوكي، المشكلة انه فريقك اي تي وانت كنت اي تي، وتعرف كيف يفكرون، ما يحبون يتابعون تعليماتي، يحبون يسوون الشغل على كيفهم. اوكي، الشغلة الثانية، مهما كان تحصيلك العلمي، مهما كنت عالم، كل شخص في مجاله يفهم اكثر منك. يعني انت ممكن تفهم في مجال البرمجه، لكن اذا مبرمج مثلا متخصص في خلينا نفترض في السي شارب او في السي بلس بلس او مثلا في تطوير الويب، هذا شغلته فقط، في عنده اشياء هو اصلا ما تعرفها. نفس الكلام في الشبكات، يمكن نفس الكلام في الباسف والهاردوير والشغلات هذه. فالاشكال انه ممكن يجي لمك يتفلسف عليك وانت اوكي اصبر شوي خليني اشوف ورن، يعني الموضوع فيه وجع راس. الاي تي الشخص اللي فعلا الاي تي هذا متعب في ادارته، مستحيل يتبع التعليمات ويكون في وجع راس واخذ وعطى. الشغله الثانيه انك كيف توصل الرساله، شوف هذه المشكله ما بين الناس التقنيين والناس الغير تقنيين. الغير تقني يجي يقول لك انا ابغى هذا يشتغل، بس انا ما لي علاقه، انا ابغى هذا يشتغل. طبعا انت بالوجه، انت كمدير طبعا الوجه، انت عارف ليش ما يشتغل. اوكي، هذاك الشخص مستحيل يعرف ليش ما يشتغل، شرحت له مرة. خلينا نفترض الانترنت على سبيل المثال، ليش ما يشتغل الانترنت؟ دافعين فلوس الانترنت. طب معليش انت يعني
لو سمحت، لو تكرمت طال عمرك، في ستبس سووهم واحدة. لا 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 لا، ما سويته كله ما اشتغل. طبعا هذول المدراء الكبار ما راح ينزلون يكلمون مع الشباب الصغار، فبعضهم في عنده النظريه هذه انه روح المدير خليه يخلص، ما عندي شيء خالص انا. الشغله الثانيه قد يكون في مشكله تقنيه بحته جدا، وانت بتكون في النص طبعا كالعاده، فكيف بتوصل هنا وهنا؟ مشكله كبيره ترجمه اللغه التقنيه للناس الغير تقنيين، وترجمه فكر الناس الغير تقنيين للتقنيين. التقني ما يهمه ترى، اسال انا كنت تقني ما يهمه، انا اشوفه صح كذا بسويه صح كذا. حتى لو انت مديره وقلت له كذا يبي يسويه منه يبي يسويه ماشي. فانت كيف تتعامل معهم؟ طبعا انت حظك يعني، في بعض الناس عنيد جدا، وفي بعضهم طبعا انا اعرف انا سريب يعني، اسلوب اسلوب الترغيب والترهيب والشغلات هذه، بس بالنهايه الموضوع متعب يعني. فاداره الاي تي شيء مقرف، والاداره بشكل عام انا ما احب اصلا، ما احب اكون لي سلطه على احد، احب اشتغل مع الناس، ما احب اشتغل فوق الناس. فالموضوع متعب جدا، مسؤولياتهم وقلق وسوي لا تسوي يعني الحمد لله توفقت في فريق سابقا كان جيد، بغض النظر عن البقيه طبعا اكيد لازم يكون في واحد اثنين يعني الكلام، بس توفقت في فريق جيد ماشي. كم صار يتكلم 6 دقائق الحين بس نعطيكم مقدمه طويله شخصيه، شفتوا شلون انا اعرف روحي ما راح اوقف كلام. خلونا من الكلام الشخصي والبطيخ هذا، ابى اتكلم عن الجديد التقني عندي. طبعا اكيد تلاحظون اول شيء الساعه، طبعا هذه ساعه هواوي الجديده هذه، ما ادري عموما انا ما افهم بها كثير، اعطني على بلاطه يعني، لكن حاب شكلها بحسب المقارنات اللي لقيتها في الانترنت تعتبر افضل ساعه دائريه يعني من ناحيه تصميمها الى اخره. حبيت موضوع البطاريه انه يومين بدون ما اشحنه، حبيت موضوع السنسور الله يبعد عنكم المشاكل القلب والشغلات هذه، فممكن تقيس ضغطك وشغلاتك هذه بسرعه من الساعه يعني جيده جدا. انا كنت استخدم ساعه عقد سوني وبعدين تركتها واستخدمت ساعات عادية، بس بعدين لما تركت ساعة السمارت واتش عرفت ان السمارت واتش لها فوائد ما تلقاها بالساعة العادية، فرجعت السمارت واتش الحين. طبعا جوالي اللي اشتريته مؤخرا اللي هو سامسونج 7 إنج، هذا كان طبعا في ناس تحبه اكيد، بس بالنسبة لي كان الكارثة، كان جوال ثقيل دم. عموما انا ضيعته في كوريا اصلا، رحت كوريا ونزلت من التاكسي وكان في التاكسي وضاع الجوال. طبعا لا تقولون سووا ما سووا ليش ما سويت، سويت كل شيء الجوال ما رجع، راح خلاص باي باي ماشي. عموما اللي صار معي جديد الحين مؤخرا اللي هو الاكسبيريا الجديد اللي هو زد اكس او اكس زد. طبعا اكسبيريا هو الافضل بالنسبه لي، ولكن دائما او بلا صح اخر جوالين اشتريتهم قبل هذا يحصل في مشكله بالشاشه، ما اعرف سببها. بالنسبه للينكس، ايش عندك مع لينكس؟ عندي علوم كثيره والله. مؤخرا صرت اشتغل كثير على موضوع البي بي اكس اللي هو التليفونات حقت الاي بي تليفوني ماشي، اللي يعرف الاي بي تليفوني، ففي توزيع اسمه فري بي بي اكس ممكن تشوفونه يعني ممتاز جدا، ممكن تسوي لك اللي هو الاي بي تليفوني داخل في شركه او حتى برا شركه او اي بطيخ. طبعا الميزه في الموضوع انه فري هذا حاجة، طبعا في موديولز بتشتريهم بفلوس طبعا، ولكن تقريبا شغال يعني 100% من المواصفات الستاندرد مجانا. الميزة فيه انه ممكن تروح على اي كمبيوتر يشتغل، محتاج لك فقط كارت تليفون بس تحط فيه اسلاك التليفون 4 5 8 عشان تدمج خطوط التليفون فقط وتضبط. فهذا شغلة من الشغلات الاخيرة. بالنسبة لشغلي الاساسي لتطوير الويب، طبعا الفترة اللي راحت تقريبا ما ادري كم صار الحين 8 ايام، ممكن ما كملت 10 ايام، هذه تجربتي الاولى مع دروبل. طبعا سابقا كنت اشتغل على ووردبريس فقط، ولكن حصل لي مشروع متطلبات المشروع هذه دروبل، فكانت اول مره اشتغل على دروبل. اشتغلت عليه سابقا ولكن باصدار 6، قديم الكلام هذا، لكن اصدار 7 والان طبعا نازل 8، ما اشتغلت عليه من قبل. الحاصل انه اول مره اتعمق في دروبل بالشكل هذا طبعا، فدروبل صراحه انفجعت وصدمت انه ليش ما تعرفت عليه من سابق. طبعا دروبل اكيد فيه اشياء مو موجوده في الووردبريس، والعكس صحيح. بالنسبه لي ووردبريس اللي تحب الموضوع الاضافات اللي موجوده فيه، يعني واحدة من الأشياء اللي خرافية بالووردبريس واللي مريحة لي ومريحة للشخص اللي ينجز له العمل العميل هي الفيجوال إديتور اللي موجود على اللهم صل محمد محرر. هو عبارة عن محرر ولكن فيجوال إديتور، ممكن تسحب وفلات وتسوي شغلات جميلة جدا بالصفحة. هذا الشغل من موجودة في دروبل، ولكن على النقيض دروبل طبعا عميق جدا وكبير جدا ومو متوقف على سالفة CMS فقط اللي هو إدارة محتوى كونتنت مانجمنت سيستم، لا ممكن يوصل لأشياء كبيرة جدا. في طبعا كلام بسيط قلته عنه الايام اللي راحت، ولكن هذا هو مؤخرا. طبعا على الموازنه او
مع بعض. شغال لارافيل برضو، لارافيل هذا فريم ورك والبي اتش بي، اللي ما اشتغل عليه لازم يروح يشتغل عليه، اللي يشتغل بي اتش بي والان ما يشتغل لارافيل يروح يشتغل لارافيل، لا توقف. بصراحه خرافي جدا، فكرته مقاربه جدا من روبي اون ريلز، اذا تعرفون روبي اون ريلز اللي هي فريم ورك الخاص بلغه روبي ماشي، لكن هذاك البي اتش بي وهذاك لغه روبي. طبعا ليش لارافيل؟ لارافيل في اشياء كثيره ممتازه، لعل واحده من الاشياء اللي تريحنا كثير، طبعا اكثر من فريم ورك موجودين ولكن لارافيل تقريبا احدث الموجود الان او لانه فكر حديث. لارافيل طبعا حبيت في موضوع التعامل مع قواعد البيانات، في يعني شغل ORM يعني متكامل ماشي. ORM يعني بتستخدم كلاسز تسوي بينهم ريليشن بدون ما انك تلمس الداتابيس. طبعا هذه لها سلبياتها وايجابياتها، ولكن انا بالنسبه لي مرتاح. حبيت في موضوع الداتابيس البروتكشن وما في داتابيس انجكشن، طبعا بشكل عام ما في مشاكل بالسكيورتي، ولكن انت لو اخطات ممكن تكون في مشكله طبعا. فهذا هو الجديد اللي عندي بالنسبه للاندرويد. نزل عندي اندرويد 7 اليومين هذه، طبعا اللي ما اعرف اندرويد 7 راح يشوفه اتحمسون كثير، ترى بس غيروا شغلات بسيطه بالواجهه، طبعا اكيد في تحسينات بس انا اتكلم عن الشكل. حصل في بعض التحسينات يعني بعضها جيد. اكثر حاجه حبيتها موضوع النوتيفيكيشنز، التنبيهات اللي تجي جدا جدا ممتازه، صارت ترتيباتها جميله جدا. بس انتهى الفيديو حق اليوم، ما ادري افادكم شيء كلامي ولا لا. اذا شفتوا انه هذا مفيد وممكن انزل فيديوهات ثانيه عن اي شيء جديد اكتشفه بالتقنيه ممكن احطه. اذا شفتوا انه الفيديو هذا ما له داعي قلتوا لي ما له داعي، خلاص ما له داعي، ما ننزل واحد ثاني زيه. شكرا لكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني اذا ربي يسر. سلام عليكم.